فنانة من تراث فريد رسخت مكانتها وسط فنانات جيلها وأثبتت قدرتها الفنية. فنانة تؤدي كل الأدوار، عنيدة في تحديها لنفسها ودؤوبة في رسم الملامح الفنية للشخصيات اللي بتأديها. تعمل على تطوير أدواتها وتمتلك حالة من التوهج الفني وتترك بصمة واضحة في كل عمل بتقدمه. أبهرت الجميع بدورها في حكاية أمل حياتي في مسلسل إلا أنا مع جائزة التميز خارج السباق الرمضاني للفنانة الجميلة حنان مطاوع.